اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في اولى الفقرات الحواريه مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير واللي دايما بيشرفنا وبينورنا وبنستمتع بارائه جدا هنا في قناه النادي الاهلي، الاستاذ محمد القوصي اللي هنعرف منه اخبار كتيره جدا في قضايا النادي الاهلي وازمه الدوري المصري الممتاز. استاذ محمد ازي حضرتك؟ اهلا بك كابتن عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل عشاق وكل مشاهدي قناه الاهلي. الحقيقه بسعد بالتواجد معاك في هذه الفقره الجميله. يعني أنا كل سنه وحضرتك طيب، اتمنى انك تكون قضيت اجازه سعيده، ويعني عايز اتكلم معاك في الأزمة المثارة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هي يعني هي اللي متصدرة المشهد الرياضي، هي أزمة بطولة الدوري المصري الممتاز. هل هيتم استكماله قبل بطولة أمم أفريقيا ولا هيتم استكماله بعد بطولة الأمم الأفريقية؟ رأي حضرتك مبدئيا قبل ما نروح للأزمات والأضرار اللي ممكن تواجه الأندية المصرية حين استكمال بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا. لا يعني هي أزمة واضح اللي متسبب فيها اللي بيدير المسابقة، يعني بيدير المسابقة بيديرها بدون رؤية مستقبلية، بدون تخطيط، بدون وضع جداول محكمة تمشي على الناس كلها، بدون مراعاة ثلاث حاجات اللي هم بيطالب بيهم النادي الاهلي: تكافؤ الفرص والعدالة واللعب النظيف. أي مسابقة في الدنيا تفتقد إلى تكافؤ الفرص، يعني تكون مسابقة فاشلة، تفتقد للعدالة تكون مسابقة فاشلة، تفتقد للعب النظيف تكون مسابقة ما تستحقش ان تكون موجودة. يعني فاتحاد الكرة هو من وضع الكل في هذا المأزق ووصلنا الى هذا الوضع اللي احنا فيه، الوضع اللي غير لائق. يعني في كل الدنيا الدوريات كلها انتهت، وكان من السهل جدا ان بطولة الدوري المصري تنتهي قبل كأس الأمم الأفريقية بدون اي مشاكل، لكن هم اصروا على ان هم يعملوا اللي هم عايزينه وينفذوا اللي هم عايزينه. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها مسابقه تنتهي ويقعد ثلاث مباريات تتلعب بعد شهر. فده في اضرار كتيره جدا بالنسبه للانديه وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للراحه بتاعه اللعيبه وبالنسبه لتواصل المواسم، خصوصا زي فرق بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك اللي عندهم بطولات ثانيه بيشاركوا فيها. يعني الدنيا غير واضحه، الدنيا غير محدده. ده لان اتحاد الكوره بيدار بدون نظام وبدون رؤيه واضحه وبدون رؤيه محدده وبدون مراعاه مصالح الفرق ومصالح اللعيبه، ومش عايز يعني يوصل لمرحله كامله من النجاح تخلي شكل وصوره الدوري المصري بالشكل الكامل. النادي الاهلي لما دخل على الخط كان داخل بمطالب عادله وواضحه ومحدده، مطالب بترتكز على القواعد الاساسيه: انا عايز عداله، انا عايز تكافؤ فرص، انا عايز لعب نظيف. اللي ما توفرش، بنتكلم عن اللعب النظيف في اي مسابقه في الدنيا، اي مسابقه سواء كانت مسابقه مجمعه او بطوله دوليه او بطوله قاريه. الاسبوع الاخير ما تلعبش في توقيت وفي وقت واحد، من قال هذا؟ يعني ده يعني في كثير من المسابقات بتلاقي الجولتين بيتلعبوا لمنع التلاعب وان الامور النتائج كلها تبقى في وقت واحد وكل واحد ياخد حقه، لكن اتحاد الكره يعني ادارها بطريقه سمك لبن تمر هندي. كل واحد كان بيلعب بمزاجه في التوقيت اللي عايزه في الحاجات اللي عايزها، اجل مباريات بطريقه غريبه جدا واجل المؤجل، وفرق ضغطت زي النادي الاهلي ولعبت مباراه كل 72 ساعه، المنافس اللي لم يحصل يعني يحدث معه نفس الذي حدث مع النادي الاهلي، اشياء كثيره جدا تشعر فيها بعدم وجود عداله او غياب العداله عن اداره المسابقات في كره القدم المصريه. طيب عايز اسال حضرتك على حضرتك اتكلمت وقلت الجوله الاخيره لازم تقام في نفس الوقت، طيب لو رحنا للاتحاد التونسي والترجي التونسي وان اخر خمس جولات، مش اخر جولتين او اخر ثلاثه، اخر خمس جولات هيتلعبوا في توقيت واحد علشان يبقى في مبدا تكافؤ فرص، هتقول لي الترجي التونسي وصل نهائي افريقيا، هقول لك وصل ليه؟ ولعب في البطوله العربيه وبالتالي هو عنده نفس الضغوطات اللي موجوده في بطوله الدوري المصري. هل حضرتك شايف ان يعني ايه اللي خلى الاتحاد التونسي يكمل ويستكمل المسابقه قبل بطوله الامم الافريقيه؟ هل ده شطاره منهم ولا ده تقصير مننا ولا هم بيبصوا على مصلحه الكره التونسيه بشكل عام؟ لا هو تقصير مننا، يعني اي حد بيبص على مصلحه الكوره لازم يشتغل بالشكل ده. انت بتلعب وتحط لك جدول مضغوط والاهلي لعب وقبل علشان ما يوصلش للمشهد ده وما يوصلش للمطب ده وما يوصلش للمأزق ده، فتيجي انت حضرتك تضغطني بشكل غير عادي وتأجل ماتشات ما كانش المفروض تتأجل وتسمح بتلاعبات موجوده، هو ده السبب. فدي يعني اذا كانت شطاره عندهم فده طبيعي، وطبيعي انك تبقى شاطر وانت بتدير المسابقه المحليه بتاعتك، فدي تعتبر خيابه عندنا احنا مقابلها في انك انت فشلت في نهايه المسابقه وانت عارف ان داخلين على حدث مهم جدا زي كاس الامم الافريقيه، وما يحاولش البعض بقى يدخلنا في ان احنا بننظم البطوله وسمعه البلد وحتى البلد لازم الدنيا كلها تتلغي عشانها. لا طبعا النادي الاهلي يهمه سمعه البلد طبعاً، واحنا كلنا تهمنا سمعه البلد صح، وكلنا بنركز ان مصر تعمل اعظم بطوله وان شاء الله هتعمل اعظم بطوله. فاتحاد الكره ما يدخلش الناس في هذه الزاويه، المفروض هو كان ياخد اتجاهاته ياخد شغله يعمل جدوله المظبوط اللي ما يتغيرش واللي
يتنفذ واللي يلتزم، اللي ما يكونش فيه يعني خواطر وترضيات وحاجات بهذا الشكل. يعني المفروض ده المفروض كان يحصل من اتحاد الكوره، لكن تعرف اتحاد الكوره فيه يعني دهاليز كثيره جدا، في اعضاء كتير جدا في اتحاد الكوره. امور هنكمل معاك. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، لكن هنروح لفاصل وبعديها هنرجع نكمل في قضيه مهمه جدا خاصه بالدوري المصري الممتاز. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ محمد القوصي علشان نتكلم معاه في قضايا النادي الاهلي وايضا الازمه المثاره الاخيره في بطوله الدوري المصري الممتاز. استاذ محمد، يعني كل الاعلاميين او المسؤولين في اتحاد كره القدم لما بيطلعوا في الاعلام بيقولوا ان النادي الاهلي عنده حق. طيب النادي الاهلي عنده حق، طيب ليه ما فيش اي قرارات تم اتخاذها، وليه الدنيا ماشيه بطيئه ومحدش عارف ايه اللي يعني ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في ازمه الدوري؟ قصدك الاعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره اللي بيشتغلوا في الاعلام؟ انا ماليش، انا لا انا انا ماليش دعوه. ايوه حاجه زي كده، اكون ان هو يقول لك رايه الشخصي ان انا النادي الاهلي عنده حق في طلباته، وبعد كده ما نشوفش قرار يصدر من اتحاد الكوره تجاه. يعني لو جمعنا دول اللي هم الغالبيه العظمى اللي هم موجودين في في الاتحاد، وحتى الاعلاميين اللي موجودين على الساحه الاعلاميه، مش بس اعضاء انا بقول لك اتحاد الكوره يعني يعاني من حاله من عدم الاستقرار، حاله من عدم القدره على اتخاذ القرار. يعني امبارح كان في اجتماع مع معالي وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي وكابتن خطيب والمهندس أيوة. ابو ريد، وانتهى الاجتماع على ان بكره اللي هو المفروض النهارده ان قرار حاسم بشان الدوري. والله منتظرين لغايه دلوقتي ان يطلع اي قرار ويطلع اي بيان ويطلع اي اجتماع ويطلع اي حاجه. يعني بعد ما ننام هيطلع مثلا يعني ولا يعني ده دليل. طب ما انت حضرتك اعلنت ده رسميا امبارح ان 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 يوم الاثنين النهارده ان شاء الله هيكون في موقف حاسم وحسم لكل الجدل المثار بعد الجلسه اللي جمعت الكابتن الخطيب مع معالي الوزير مع المهندس انا بوريدا، لكن ده ما حصلش. ده دليل على ان ما فيش نوع من الاتفاق. الجلسه عايز اعرف بس من حضرتك تقول لي ايه اللي جه او ايه الكواليس اللي كانت موجوده في الجلسه. لا الجلسه كانت كلام عن محاوله للتنسيق او يعني التقريب بين وجهه نظر النادي الاهلي واتحاد الكوره. طبعا اتحاد الكوره يعني عايز يمشي كده بمزاجه، النادي الاهلي قال انا عايز احدد اهداف محدده وشروط محدده، اهمها القدر الافريقي اللي يعني من الاهلي خلال المرحله المقبله. طالب بتحديد المكان ده الموعد ده لان ده اصلا المفروض في 31 يوليو هيتم الموضوع وهيكون فيه غرامات وفي حسابات وفي لعيبه ممكن يأيدها لا تبقى الوضع الحالي. المهندس سمير زاهر، المهندس الله يرحمه عليه رحمه الله، تحب كابتن سمير زاهر صح؟ جبنة راجل مهم جدا يعني. تحب كابتن سمير كراجل يعني بصراحه يدير المنظومه بشكل رائع جدا. المهندس ابو ريده قال لي ان هو القيد الافريقي هيتاجل وقال على عهده اتفاق الاهلي. طبعا كابتن خطيب اكد له ان ما ينفعش ان ده يكون كلام، عايز تتكلم ده لازم حضرتك تطلع تعلن ده رسميا ويجي لي ورقه رسمي او تيجي فيه اوراق رسميه للاتحاد الافريقي، لان كثيرا ما يعلن اتحاد الكره اشياء ثم لا نرى لها وجودا على ارض الواقع يعني. فده كانت اهم الحاجات. تفتكر ممكن الاتحاد الافريقي يوافق على مد فتره القيد الافريقي؟ والله طبقا للي قاله المهندس هاني ابو ريده ولغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، والاتحاد الافريقي رافض كل الرسميات اللي عندنا، ما فيش اي جديد في الموضوع. لكن ما قاله المهندس هاني ابو ريده هل هيتم تغييره؟ قال وخصوصا ضرب مثل ان في نهائي دوري الابطال هيتعاد بين الترجي وبين الوداد المغربي، وده هيأجل فتره القيد بالنسبه للفرقتين دول على الاقل، وبالتالي متاحه الفرصه ان اي حد تاني ممكن يتأجل له. يعني انت كان عندك تنظيم امم افريقيه وما قدرتش تاخد قرار بهذا الامر. يعني اعتقد ان الامور صعبه والموقف صعب جدا. موقف الاهلي سليم، والاهلي لا يتعامل الا باوراق رسميه وبحاجات واضحه وحاجات محدده. اتحاد الكره عاجز عن ان هو يصير مع النادي الاهلي في هذا الطريق، لان النادي الاهلي مؤسسه عريقه دايما بيشتغل يعني بنظام مؤسسي، ما عندوش حد يقول له حاجه بالبق ان انا ان شاء الله هنأجل قيد افريقيا وهنحاول ونجتهد ونبذل جهد. الكلام ده مش موجود والكلام ده ما ينفعش والكلام ده ملوش وجود على ارض الواقع، والاهلي سبق وصدق كلام ناس زي كده، لكن للاسف ما كانوش على قد كلمتهم. لذلك الاهلي مش عايز يحط نفسه في حرج ولا يحطهم في حرج. يا عم انت بتقول كلام، هات لي ورقه رسميه اتعامل معاه ويجي مخاطبات رسميه للنادي الاهلي في هذا الشان. الى ان يحدث هذا فالاهلي مستمر في موقفه، مستمر في تصعيده للشكاوي اللي بيقدمها، سواء بخصوص الدوري او قيد اللعيبه او عدم التكافؤ في المسابقه وغياب اللعب النظيف. الاهلي بتلاقيه بيتكلم على مش بيتكلم على مشكله النادي الاهلي بس، بيتكلم على
كل مشكله الانديه، لان في انديه كثيره تضررت. يعني الاهلي بيتكلم على الصالح العام للمسابقه المصريه وليس مصلحته فقط. الاهلي لا يهمه موضوع الدوري ان ياخد الدوري ولا لا، بيهمه أسس عامة وقواعد عامة ومبادئ عامة لابد أن يلتزم بها الجميع. وليس أدل على ذلك بأن هناك 9 أندية بالأمس متجمعين ومقدمين مذكرة احتجاج وبيطالبوا ليهم مطالب خاصة وبيشككوا في الدوري وفي نزاهة المسابقة وفي عدالتها وعدم نظافتها. كل الكلام ده موجود ومسجل، وأعتقد أن الكلام ده يدين اتحاد الكورة ويصب في مصلحة الأهلي ويؤكد على موقفه، والأندية دي بتدعم موقف النادي الأهلي في كما دعم النادي الأهلي موقفها يعني. فيعني يا ريت الاتحاد الكره يعني يفهم الرسائل اللي بتروح له ويتحرك في هذا الموضوع. الغريب ان الاهلي بعت شكوى للجنه التظلمات في اتحاد الكره النهارده، نفاجئ ان المستشار عادل الشرباجي بيخرج في تصريح لليوم السابع. بالظبط، التصريح موجود للست المستشار بيقول انا ما وصلنيش حاجه. يعني طب يعني اتحاد الكره، طب يعني ايه الموضوع ده يا استاذ محمد؟ يعني ايه ما وصلوش حاجه؟ هو الشكوى لما انا ببعت شكوى لاتحاد كره القدم المفروض على طول يحولها مباشره. طب ده معناه ايه؟ معلش ده معناه ايه؟ طيب انا بقول ان ده معناه ممكن اتحاد كره القدم يعني شال الدعوه شويه علشان يتم البت في الاجتماع او القعده اللي كانت موجوده امبارح ما بين سياده الوزير كابتن محمود الخطيب والبشمهندس هاني بريده علشان يتم اتخاذ بعض القرارات ويبلغ النادي الاهلي ان ايه، لا خلاص الموضوع اتحل ويتم الاعلان عن القرار الرسمي. هو كده يا كابتن عمر، ما هو ده اللي انا يعني ده اللي انا شايفه. ده هيحصل، المفروض شكوى الاهلي تتحول مباشره بالزبط الى لجنه التظلمات. يعني هل لو النادي الاهلي دلوقتي بعت شكوى للفيفا وطبعا هيبعتها لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره يركنها عنده لغايه ما يظبط اموره. الطبيعي ان السيد المستشار يستقبل الشكوى وبعد كده يتم التنسيق ما بينه وما بين رئيس اتحاد كره القدم المصري. بالظبط، يعني هذا الامور. طب الاهلي دلوقتي لجأ بعت شكوى لجنه خبوا الدعوه شالوها. حضرتك متخيل ده لو تصريح صح بنتكلم تصرف ولا ايه؟ احنا بنتكلم بناء على تصريح. أيوة ده تصريح بس رئيس اللجنه يعني هو الكلام ده هيستخبى يعني. الدنيا دلوقتي مفتوحه، اي حاجه هتبان. الاهلي بعت كمان شكوى للجنه التسويه والتحكيم الرياضي في مصر وهيتابع اجراءات التصعيديه يوم الاربعاء ان شاء الله، ولن يوقف هذا الامر الا بالحصول على حقوقه الرسميه والشرعيه اللي بيطالب بيها يعني. طيب استاذ محمد، حضرتك عارف ان اي دوله في العالم بتنظم بطوله يعني هي بتكون مسبقا عارفه ان هي هتنظم البطوله الحاليه وبالتالي او البطوله القادمه، وبالتالي بيتم الاستعداد ليها بشكل مكثف جدا. مصر لما عرفت ان امم افريقيا هيتم سحبها من الكاميرون وهيتم اسنادها لدوله اخرى تنافست مع جنوب افريقيا وفازت البطوله قبل انطلاقها تقريبا باربع شهور او بخمس شهور. جهزنا كل الملاعب اللي موجوده وكل الفنادق وكل ملاعب التدريب في اربع شهور بالظبط. الطبيعي ان الامر بياخد 23 شهر. ازاي دولة زي مصر عارفة تنظم حدث الأكبر في أفريقيا ومن أكبر المسابقات اللي موجودة في العالم ومش عارفين تنظم بطولة دوري مصري ممتاز؟ نحط الفرق جنب بعض ومين هيلاعب مين بتاريخ ايه في يوم ايه في مسابقة ايه والموضوع خلص. لا فدم، هو احنا عارفين وقادرين ونقدر نعمل ده مرارا وتكرارا ونقدر نعمله بامتياز، بس هم مش عايزين ده. طب ليه مش عايزين؟ لان في حاجات غلط بتحصل في المسابقه. يعني انت لما بتضغط فرق وتهول فرق بحد بيهاجمك ويمسح بكرامتك الارض ويشكك في حكامك ويشكك في لجانك وتتهاون ولا تحاول شيء. الاهلي يلعب 5 ماتشات في كل ماتش كل 72 ساعه وبتاجل لده وتتفق والاهلي يقبل وكل الانديه تقبل يعني تقديرا للظرف اللي انت موجود فيه، وبعد كده يتم تأجيل المؤجل تاني يعني، وما يتمش الضغط وما يتمش اللي حصل للأهلي في كل الحاجات دي. فهو نفسه ما عندوش قواعد نظيفة ماشي عليها، ما عندوش حاجات محترمة ماشي عليها. في حاجات كده ماشية جدا بالمجاملات، في حاجات كده ماشية بالاتصالات، في حاجات كده ماشية بالمراوغات، حاجات من هذا القبيل يعني. يعني في فوضى في عملية الإدارة، مفيش نظام واضح، مفيش لجنة محترفة بتدير، مفيش لجنة بتدير المسابقات. حتى الحكام عندك انت وساعات لتدميرهم بإسناد باستدعاء 25 طاقم حكام أجنبي علشان يديروا عندك في المسابقات المحلية تقريبا، بتدمر حكامك. حتى الحكم بتاعك اللي راح حكم في نهائي دوري الأبطال اتذبح بعد ساعات قليله من ادارته للنهائي. بس دلوقتي بيقولوا ان هو خلاص بداوا يتكلموا بعد يتكلموا بعد بايه يعني؟ يعني كيف يصدر قرار ضد حكم؟ القضيه مش في جهات جريشه، لا القضيه في حكام مصر في تحكيم مصر. احنا شفنا الكابتن اعتقد يعني كان في حكام مصريين بيحكموا نهائي كاس او مباريات في نهائيات في كاس تونس الفترات الاخيره وماشيين بشكل كويس، وبالتالي حكامنا بخير. حكامنا عايزين بس ثقه، عايزين ثقه وعايزين تدعيم وعايزين ده ملف المفروض تهتم بيه عشان يبقى عندك مصر يعني
تستحق ان يكون لها حكام على اعلى مستوى، ليس على مستوى الدوري المصري ولا على مستوى قاره افريقيا، بل على مستوى العالم. احنا نقدر يبقى عندنا حكام على مستوى العالم زي الحكام اللي انت بتشوفهم في الدوريات الاوروبيه. عندنا كفاءات كبيره جدا وعاليه جدا، بس ادهم الثقه ويكون في قانون يحمي الناس دي، ويكون في تدريب ليهم، ويكون في تقدير مالي مناسب. ما انت بتجيب حكم بتدي له 25000 دولار وهنا بتدي له 25 جنيه، يعني الدنيا مش متزنه تماما. ففي عدم اهتمام بالمنظومه كلها، يعني الموضوع الجماهير اللي موجود وغاب ولم تسعى الى اعادته، وده حاجه من الحاجات اللي كان بيطالب بيها النادي الاهلي. يعني بيقول لك الموسم المقبل ما عرفناش الجماهير هترجع ولا لا لغايه دلوقتي. طب انا اشتغل ازاي؟ لا عارف مواعيد قيد، ولا عارف مواعيد مسابقات، ولا عارف موعد بدء مسابقه، ولا عارف موعد انتهاء مسابقه، ولا عارف موعد اي حاجه. ازود بقى الكلام حضرتك، فتره الاعداد، صيانه الملاعب، سواء الملاعب اللي بتقام عليها المباريات او الملاعب اللي بيقام عليها التدريبات، صيانه غرف الملابس، الفترات اللي الانديه تقعد فيها. في انديه مخلصه بطوله الدوري وقاعده لمده شهرين مش هتعمل اي حاجه خالص، مقابل ان انديه هتريح وترجع تاخد فتره اعداد علشان ترجع تكمل بطوله وبعد كده تكمل في بطوله ثانيه جديده. وبالتالي هم مثبتين انعدام لتكافؤ الفرص. لما فريق دلوقتي قاعد مريح تماما، بينسق وبيمشي لعيبه وبيجيب لعيبه ويجهز قائمه، وفريق قاعد منتظر عشان يلعب ماتش ولا ماتشين في حاله طوارئ مشدوده، يعني امور غير متزنه على الاطلاق. طب ما انت يعني دلوقتي عندي عدم تكافؤ فرص، وهدخل الموسم الجديد بعدم تكافؤ فرص برضه، لان انا ما تحطليش نفس الاجواء اللي مخلص من اسبوعين وقاعد في البيت دلوقتي ولعبت بتاخد راحتها الطبيعيه وهيعمل اعداده الطبيعيه زي ما حضرتك بتقول. يعني حاجات كتيره جدا المفروض اللي بيديروا الكره المصريه يكونوا على علم ودرايه كبيره بهذه الامور. والمؤكد ان داخل مجلس اتحاد الكوره يعني خبراء في كره القدم على علم ودرايه بهذه الامور، لكن الامور تدار بطرق غير، يعني انا اسف في اللفظ اللي انا اقوله، غير نظيفه يعني. طيب دلوقتي انا قريت تمام ان يوم 30/6 الاتحاد الافريقي بيطالب من كل الانديه او من كل الاتحادات اللي موجوده داخل افريقيا بترشيح الانديه اللي هتكون موجوده في مسابقات افريقيا، سواء الانديه ابطال الدوري او بطوله الكونفدراليه. وبالتالي احنا في مصر لسه عندنا ممكن نادي الزمالك لو هزم في لقاءاته المتبقيه بيراميدز هو اللي يتأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا. بعد كده قريت إن الاتحاد المصري يعني بيقول الاتحاد الأفريقي يعني بيقول لو أمكن إن هم يرشحوا أرقام بدل أندية. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ طبعًا دي برضو مهزلة. أنا عايز أفهم يعني إيه؟ يعني أرقام بدل أندية؟ هو بعد ما يعني واحد واثنين يخشوا افريقيا وثلاثه واربعه يخشوا الكونفدراليه. لا هو يقصد ان انا معروف ان انا ليا مقعدين في الدوري ومقعدين في الكونفدراليه. طيب ايه الجديد؟ مقعدين لمصر، بس يسيب لك تحديد اللي انت بتعمله. طب يعني ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. طبعا هو طبعا النادي الاهلي الوحيد اللي ضمن احد المركزين الاول والثاني في الدوري، فالامور منتهيه. طب انت عشان تحدد ثاني في الكونفدراليه يعني يقول لك هنقعد ونعمل جلسه عرب ونحدد ونتفق وناخد تعهدات؟ لا يا استاذ، ما فيش حاجه اسمها تعهدات. افترض ان التعهدات دي باظت واحد طلع قال لك ده حق، يعني انا هفترض جدلا بيراميدز دلوقتي يتفوق على الزمالك فرق نقطتين، هفترض جدلا الزمالك لم يحصل اتعادل ماتش وخسر ماتشين مثلا، اتعادل ماتشين او اتعادل ماتشين وخسر ماتشين وتعادل ماتش، دي كره قدم وارده جدا، والطبيعي والمتوقع ان الزمالك يتجاوز ويوصل المركز الثاني. افترض جدلا ان بيراميدز ظل على 70 نقطه والزمالك اقل منه، وده رايح الكونفدراليه وده رايح دوري الابطال، ومسؤول النادي ده قال لا احنا مش هنروح، احنا حقنا دوري الابطال، هتعمل ايه انت طب في الموضوع ده؟ يعني طبعا كلام غريب وحواديت غريبه جدا، وكلام مش يعني كلام يعني ينقصه الكثير من الاحترام والكثير من المهنيه. المفروض انت كنت تبقى مخلص الحاجات دي ومحدد الحاجات دي. طبعا وبرضه عندك الكاس ما اصلا لسه ما انتهاش، وما عرفتش مين بطل الكاس عشان تقدر بطوله غامضه بالمره، ما حدش يعرف اي حاجه عنها خالص، ما حدش يعرف هتتلعب امتى ولا هتتلعب فين ولا مين اللي هيلعبها ولا فهو اتحاد الكره اللي وضع عمل نفسه الازمه دي كلها، وهو اللي حط نفسه في المأزق ده كله، وده اكبر دليل على الفشل الاداري اللي بتدار بمسابقه كره القدم المصريه. هذا عامل لدرجه ان احنا كنا ماشيين اصلا، احنا طول الموسم ماشيين اسبوع باسبوع وجدول بجدول، واسبوع هيتلعب يوم كذا، لا ده اسبوع هيتاجل، وصلنا لمرحله ان الزمالك يلعب مع الحرس او الجونه او طيب حضرتك تأيد يبقى في رئيس لجنة مسابقات ولا رابطة أندية محترفين زي اللي موجودة في كل الدورات العالمية؟ يعني لجنة أو رابطة المحترفين بيكون انتخاب
من كل الانديه حوالي رئيس وست اعضاء واثنين من اتحاد كره القدم. هل حضرتك تؤيد رابطه المحترفين اللي تدير المسابقه ولا رئيس لجنه مسابقات ونمشي زي ما احنا ما فيش اي تقدم؟ لا لا لا، احنا لازم يعني نتابع اللي بيحصل في كل عالم، تبقى عندنا رابطه انديه محترفه ويكون عندنا لجنه مسابقات محترفه والناس الموجودين فيها. بس الرابطه هي اللي بتدير البطوله. ايوه هي اللي بتدير المسابقه طبعا، ما ده اللي موجود في كل الدنيا. اعظم دور في العالم اللي هو الدوري ايه؟ الدوري الانجليزي طبعا. بيدير مين اللي بيدير؟ مش في رابطه بتديره وبتعمل شغلها وعامله ال 20 نادي اللي بيكونوا موجودين بيجوا بينتخبوا رئيس، بينتخبوا اعضاء سته وغير الرئيس او خمسه والرئيس، وكمان ليهم حق ان هم يعني يختاروا اثنين اعضاء اتحاد كره قدم علشان يكونوا موجودين معاهم في الاجتماعات. هات النظام اللي موجود وتكون مدفوعه الاجر عشان بس كلمه عمل تطوعي اللي موجوده. ده عمل تطوعي ده واحد هيقعد يتفرغ ويؤدي عمل ويشتغل، دي نقطه مهمه جدا مقابل مادة عليه علشان يعني. اي حد حضرتك بتقول له حاجه يقول لك انا عمل تطوعي. لا لا ما حدش، هو اللي بيدير المسابقه لازم يكون محترف وياخد فلوس، اللي بيدير لجنه الحكام لازم يكون محترف وياخد فلوس، اللي بيدير لجنه اللاعبين، كل ده الناس بتقعد وتبذل جهد عشان يكون متفرغ وبيدي علشان تعرف تحاسبه. يعني مفيش حاجه اسمها تطوع. ما تتحاسب يقول لك انا متطوع ما باخدش حاجه. تطوع. لا لا مش عايزين احنا التطوع، التطوع ده خلينا فاشلين مش عاملين حاجه يعني. فمن فضل حضرتك يعني انا اتمنى ان يتم عمل الرابطه دي علشان تنتهي الازمات دي ويكون في تطور للكره المصريه، يكون عندنا نظام للكره المصريه بتدار بيه، يكون في خطط مستقبليه، اكون انا من دلوقتي عارف ان الموسم هيبدا امتى والموسم هينتهي امتى، ما الدنيا كلها معروفه، دوري الابطال معروف هيبدا امتى والكونفدراليه معروفه هتبدا امتى والتصفيات الافريقيه والتصفيات كاس العالم. اشمعنى العالم كله منظم؟ ما في اوروبا يعني كان عندهم كاس الامم الاوروبيه وعندهم دوري الامم الاوروبيه وعندهم كاس العالم وتصفيات كاس العالم والدوري الاوروبي والدوري الابطال وعندهم غير المسابقات المحليه الموجوده والدنيا ماشيه زي الفل والناس كلها خلصت اهي دلوقتي والامور تمام. طيب دلوقتي يعني في نظام والدنيا متسيستمة يعني، ما هيقعد بقى يقول لي افريقيا واوروبا يا عم اشتغل برضه في حدود امكانياتك. لا ده في دلوقتي بقى احنا منتخب مصر عايزين كلنا نقف جنبه وعايزين ننسى مواضيع الدوري ونقف جنب منتخب مصر عشان المنتخب يفوز بالبطوله. هم بيحاولوا يشككوا مثلا في ان احنا مش بنقف جنب منتخب مصر او احنا مش عايزين منتخب مصر ياخد البطوله، ولا ايه النغمه اللي موجوده دي؟ لا طبعا ما هي دي نغمه دايما. واحد يعني واحد فاشل في حاجه معينه وفي ازمه هو اللي تسبب فيها، فلما انت تيجي تطالب بحقك فيروح مصدر لك حاجات يعني قوميه وحاجات وطنيه وحاجات على مستوى الدوله وحاجات خاصه بالمنتخب. فالكلام ده مش 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 يعني كلام غريب جدا وكلام مرفوض وكلام غير مطلوب على الاطلاق. يعني انت المفروض حضرتك يعني يكون عندك الامور بتاعتك واضحه وامورك منظمه وعندك سيستمك اللي بتشتغل عليه، لكن ما تجيش لما انا اكلمك في فشل النظام اللي انت شغال بيه فتقول لي مصر والوطنيه. يا عم احنا تراب مصر فوق راسك، ومنتخب مصر طبعا كلنا داعمين ليه ومساندين ليه، ونتمنى من كل اعماقنا ان المنتخب ان شاء الله باذن الله البطوله دي لمصر ان شاء الله تقام على ارض مصر وسط جمهور مصر، نتمنى لها النجاح الكامل وان شاء الله هتنجح نجاح كامل باذن الله. فما تجيش انت دايما لما حد يطالب تدخله في هذا الامر يعني. طيب تعالى ناخد راي نقدنا الرياضي اللي دايما بيكون مشرفنا منورنا الاستاذ اسامه السويسي علشان نعرف منه بقى يعني رايه، ودايما هو موجود على الفيسبوك وعلى تويتر. لا لا يعني بصراحه بيكون ليه اراء بتمتعنا. لا قبل ما يدخل زميلنا العزيز الاستاذ اسامه السويسي ناقد رياضي محترم واهلاوي كبير واصيل جدا طبعا، بجانب ان هو يعني راجل يعني دايما بيبيعوا الانتماء للنادي الاهلي، لكن هو راجل له قلمه المميز منذ بداياته في العمل الاعلامي، له رؤيته، له مقالاته حتى في مجله الاهلي، له مقالاته في في في, في على مواقع التواصل الاجتماعي على في كل الاماكن في اسامه السويسي، يعني قيمه نقديه رياضيه كبيره جدا. يعني اهلا بك يا استاذ اسامه. استاذ اسامه برحب بيك. برحب بيك عمر وبصديقي واخويا الغالي الخلوق محمد القوصي، منورين شاشه البيت الكبير انتوا الاثنين ومتابعين ومتالقين، ومش عارف اقول لكم ايه على الكلام الجميل اللي قلتوه ده، لكن عايز يا عمر اخد قبل ما تسالني اخد من عندكم اخر حته كنتوا بتتكلموا فيها وسمعتها. يا ريت اتفضل حضرتك. المتعلقه بمنتخب مصر. اولا بس عشان نحسم الموضوع دوت ويبقى نقطه من اول السطر، منتخب مصر ده منتخب 100 مليون. تمام. لا هو منتخب هاني عبريده ولا منتخب حازم امام ولا منتخب مكتب عبد الغني ولا منتخب احمد شوبير ولا منتخب اي حد من اتحاد الكوره. تمام. بس تبقى الامور واضحه. تمام. ومفيش حد يراهن على وطنيه النادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي، نادي الوطنيه من 1907 هو انشئ تحت هذا الشعار. وكل من ينتمي للنادي الاهلي محدش يراهن زايد على وطنيته وحبه لمنتخب مصر. احنا جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العريق، ما بيتعاملش مع الامور بالسطحيه والسذاجه دي.
فدي قبل ما نخش في الموضوع. وانا معاك وتحت امرك ومع صديق العزيز الغالي محمد الوطن. استاذ اسامه، يعني انا عايز اعرف راي حضرتك في الازمه المثاره الاخيره ورايك في بطوله الدوري المصري الممتاز بدون تحيز وبدون يعني كلام. احنا لو موجودين في اي مكان تاني غير قناه النادي الاهلي هنتكلم بما يرضي الله وهنتكلم دايما على الحق وفي الحق. هل حضرتك شايف اضرار دوري او بطوله الدوري، هل لو البطوله تم استكمالها بعد امم افريقيا تؤيد ده ولا تؤيد انهاء البطوله قبل الامم الافريقيه، مش لصالح الاهلي بس، لصالح الانديه المصريه بشكل عام؟ واعتقد ان عمر من كلامك اللي انت قلته الواضح التأييد التام لمطالب النادي الاهلي المشروعه والمنطقيه من بقيه الانديه واعلنوا الكلام دوت. تمام. ده دليل كاس على ان المساله محسومه وواضحه جدا طبعا. لكن انا اللي عايز اقوله باختصار شديد جدا، المثل بيقول ايه؟ من كان بيته من زجاج لا يقصف الناس بالحجاره، او زي ما بنقوله بالبلدي اللي بيته من ازاز ما بيحدفش الناس بالطوب. تمام. والواضح جدا في الفتره الاخيره ان الجبلايه واضح ان هي بقت من زجاج وزجاج عش كمان. للاسف الشديد ان هم تصوروا ان صمت الاهلي ضعف. تصوروا الخطا ان صمت الاهلي ضعف. مش مدركين ان الاهلي في حرصه على وحفاظه على البيت الكبير اللي هي كره القدم المنظومه بتاعتنا ما يكونش سبب في تعرض المنظومه للايذاء، علشان كده بيتجاوز عن بعض الصغائر. لكن للاسف الشديد الاخرين تصوروا بخيالهم ان سكوت الاهلي ده دعوه صريحه ليعبثوا بكل ما هو صحيح وشرعي. طيب انا قلت من زمان وقلت في قناه الاهلي من سنه 2009 قلت ان اداره شؤون الكره المصريه محتاجه محترفين متفرغين لمواكبه التطور. يعني نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، محتاجين رابطه انديه محترفه ما تكونش بعمل تطوعي، تكون مدفوعه الاجر. تخيل يا عمر ان انا قلت الكلام دوت من 2009 وكل سنه بطالب بيه وبقول ان مش مقبول يا جماعه مش مقبول ان عضو اتحاد الكوره موظف او صاحب عمل الصبح وعضو في الجبلايه بعد الظهر ومقدم ومحلل في الفضائيات في نص الليل. طيب الحل ايه يا جماعه؟ قلنا الكلام دوت وهنصر عليه ان تطبيق دوري المحترفين هو الحل. ناس تشتغل وظيفه بمقابل. وده هيديلك اداره مسابقه محترفه بالفعل، ويتفرغ بقى اتحاد الكوره، يعني ما احناش يمشي، لا اتفرغ يا سيدي لشؤون المنتخبات الوطنيه. خصوصا ان على الصعيد الفئات السنيه احنا بنعاني منها بشده. لكن تعالى بقى كلمني على النقطه الخطيره والاهم اللي هي النزاهه. النزاهه. تخيل انت عضو مجلس اداره بيقول انه علانيه كده وفي البرامج قدام الناس كلها انه بيتمنى فوز الزمالك بالدوري السنه دي. رسمي. تخيل ان مدير الاتحاد التنفيذي بيقول ان رئيس احد الانديه تعب ومن حقه ياخد بطوله. رسمي. ومسجله والفيديوهات موجوده. طيب تخيل ان عضو مجلس اداره تاني في اتحاد الكوره ما بتسمعش صوته الا لما بيرد على تصريحات اهلاويه ونقول بين قوسين محترمه وما فيهاش اي اساءه. لكن نفس الشخص ده يختفي اختفاء شديد ومريب لما بيتهم هو شخصيا وحكامه بالذمه والشرف للاخرين. طيب تقول ايه لما تلاقي رئيس لجنه المسابقات بيعترف في برنامج فضائي قدام الملايين انه غير اللائحه ليتفادى هبوط النادي المصري للدرجه الرابعه بعد مذبحه 2012 الشهيره، وبيقول لك انا عملت غيرت اللائحه بصفتي كنت رئيس لجنه المسابقات ورئيس مؤقت للاتحاد في الفتره دي، ومحدش حاسبه، محدش قال له حاجه، والاعلام ما اتكلمش على الموضوع ده. تخيل نفس الشخص ده السنه دي بيقول لك مستحيل مباراه تتاجل للاهلي، مستحيل من رابع المستحيلات، والاهلي اضطر ان هو يلعب في بركه ميه ويلعب بعدها بثلاث ايام في نفس الملعب، ويسافر من الملعب دوت لاقصى جنوب القاره ويلعب كل 72 ساعه. طيب نفس الشخص ده قال ايه بقى لما الزمالك وصل نهائي دوري بطوله كاس الكونفدراليه؟ قال لك لا لازم نعمل اللي يريح الزمالك لانه بيمثل مصر في البطوله. هو الاهلي استاذ اسامه مش عيب ان احنا نبقى ورا الزمالك علشان بطوله، لكن انا بتكلم او حضرتك بتتكلم على مبدا تكافؤ الفرص. انا بعمل لك فرناط وبديلك وقائع صح وسجله والناس كلها شافتها وسمعتها. تمام. نفس الشخص ده كان بيقول لك مستحيل ان انا ايه
أدي المباراة للنادي الأهلي. طيب عضو ثالث عضو رابع بقى في اتحاد الكورة بيقول لك مش من المنطق إن إحنا الأهلي يحطنا في أزمة وإحنا أجلنا له مباريات في بداية الموسم. أنت واضح إن أنت مش متابع خالص. النادي الأهلي بشهادة رئيس لجنة المسابقات لعب 60 مباراة في الموسم كأكبر نادي العالم السنة دي. كنت مش متابع إن النادي الأهلي كان بيضطر يلعب 72 كل 72 ساعة مباراة وكان بينها سفريات في قارة أفريقيا وتسبب الإرهاق دوت في خروج النادي الأهلي من البطولة. طيب لو عايزين نقط عدالة ونجاح يبقى كلمة واحدة بس نقطة ومن أول السطر نعامل الناس كلها بمعيار واحد مش نعامل الناس بالسياسة بالصوت العالي والخوف من الفضيحة وده اللي قاله رئيس اتحاد الكرة في لقاء تلفزيوني مسجل مش كده برضه ولا إيه؟ طيب الأهم من كل ده طبعا الأهم من كل ده الأهم من كل ده عايزين نطبق عايزين نطبق العدالة والنزاهة يبقى نطبق نظام الفير بلاي أو اللعب النظيف اللي هو شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو بيقول إيه؟ إن هو ما ينفعش شخص واحد يصرف على ناديين في مسابقة واحدة. حد يتكلم في الموضوع ده؟ حد فكر يناقش الموضوع ده؟ أستاذ أسامة أصلا يعني إحنا أنا يعني أنا النهاردة بقرأ في الأخبار لقيت إن ريال مدريد ممكن يتم حرمانه من التعاقدات بسبب يعني قانون اللعب المالي النظيف ان هو لازم يبيع لعيبه معينه بمبلغ معين علشان يعمل المعادله، لكن احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده يا استاذ اسامه هنقعد وقت طويل قوي. موضوع بقى الايرادات والمصروفات وموضوع الصرف على الانديه وموضوع الميزانيه وموضوع الاستثمار، يعني مواضيع كتيره جدا جدا بصراحه. يعني اختصار شديد يا عمر عشان ما اخدش وقتكم، احنا انا كنت في قبل بدايه الموسم اللي جاي قلت مرحله جميله مرة رياضي جميل ومطلوب، لكن لازم يبقى في ضوابط. الضوابط دي ايه؟ ان انا اعمل سقف لان انا مش هقدر اعمل اللي هو بيتعمل في اوروبا اللي هو قواعد اللعب المالي النظيف، ان انا لو صرفت 200 يبقى لازم ادخل 60. طبعا الكلام دوت ما حصلش وما بيحصلش. المساله بقت فيها تعاقد من اللعيبه وفيها اختلط الحابل بالنادر وبقت المساله مساله تحديات واشياء اخرى غير الاستثمار وغير المنافسه الشرعيه. استاذ محمد لوسي كان عايز يسالك سؤال يا استاذ اسامه. طبعا تحياتي لاراك الجريئه يا استاذ اسامه. ممكن تحدثت عن اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وبعض اللي بيديروا الكره في مصر بالتفصيل وبوقائع، وده بيثبت قد ايه ان الامور عندنا سمك لبن تمرين دي. لكن يعني انا سؤال ليك وانا عارف انك انت عندك خبرتك كبيره جدا، يعني هل شايف اللي بيحصل في الدوري المصري ده وانت راجل متابع للدورات العربيه والدورات الاوروبيه والدورات الاسيويه، هل ده بيحصل في اي دور في العالم؟ لا طبعا، لان احنا متفردين ومتميزين جدا للغايه، فلازم نحافظ على هذا التفرد وهذا العبث الكروي. هو في دوريات هي في دوريات يا استاذ محمد شغاله لغايه دلوقتي، بعض الدوريات العربيه الطريف ان هو مشتركين معانا في البطوله الافريقيه. طريف ان تونس والمغرب مشتركين معانا في البطوله الافريقيه، ظروفهم نفس ظروفنا، والدوري مستمر عندهم وعندهم في ادنى مشكله. الترجي عنده لعيبته 11 لعيب دولي وزايدين عن الفريق وبيلعب امبارح لعب مباراه في قدام الافريقي وهيكمل لغايه يوم 15. ايه المشكله؟ عادي جدا. طب هل انت شايف اي مبرر ان دوري ينتهي واربع ماتشات يقعدوا يتلعبوا بعد شهر ونص؟ وفين تكافؤ الفرص؟ وفين العداله؟ وفين النزاهه؟ ازاي اصلا كل الدوريات في العالم الاسبوع الاخير طالما محدد ومؤثر في النتائج سواء هبوط سواء على لقب بتتلاقي كلها في توقيت واحد بالظبط. فين الكلام ده؟ اذا نحن الان امام مبدا واضح جدا، اهدار تكافؤ الفرص سواء دلوقتي او السنه الجايه كمان واللي بعدها واللي بعدها بالظبط. المساله ماشيه كده، طالما المساله ماشيه بعادات المصادق وعادات العرب هتفضل كده كتير، هنفضل كده كتير طول ما احنا بنخالف اللوائح والقوانين هنفضل عايشين في العبث ده كتير. ما للاسف عايزين نطبق النظام ونطبق النزاهه ونطبق العداله ونطبق تكافؤ الفرص. خلاص ناس محترفه كتير سبقت دوري المحترفين المصري، ناس تبقى شغلانتها دي، يبقى هو متفرغ لدي، مش النهارده هو شغال في بنك او شغال عنده شركه او عنده بيزنس خاص بتاعه او موظف في اي جهه من الجهات بعد الظهر اوعده في مجلس اداره اتحاد الكوره، و60% من الساده اعضاء اتحاد الكوره يا اما محللين يا اما مذيعين يا اما مقدمين برامج في الفضائيات في نص الليل. طب هيديروا اتحاد الكوره منين؟ هيديروا اتحاد الكوره ازاي؟
باي منطق باي عقل يا سيدي. اوكي خلاص انا انتوا عايزين تفضلوا في عبيتكم ديروا شؤون المنتخبات. ده انا للاسف الشديد من شويه صغيره لقيت انه مدير المنتخب مش عارف يوصل لمحمد صلاح. هو في كده يعني انا بتمنى يعني استاذ اسامه اكيد طبعا يعني نتمنى التوفيق للموسم القادم في يعني تنظيم مسابقه محترفه على اعلى مستوى زي ما انا قلت، زي ما احنا كان عندنا حلم ان احنا نشوف لعيب مصري في يوم من الايام بيفوز بدوري الابطال موجود في الدوري الانجليزي، نتمنى ان احنا نشوف مسابقه يعني بتدار زي الدوري الانجليزي. يعني نتمنى، انا عارف ان الموضوع صعب طالما ان الموضوع بيدار بهذه الطريقه، لكن استاذ اسامه اتمنى ان اتحاد كره القدم يكون عنده رؤيه ويكون بيسمع الاراء اللي موجوده حواليه علشان يا رب يعني علشان خاطر من الموسم القادم نشوف رابطه انديه تدير مسابقه الدوري المصري الممتاز وتكون مسؤوله عنه مسؤوليه كامله، مسؤوليه كامله، محدش يناقشهم ولا حد يراجعهم غير بعد انتهاء الموسم. طبيعي جدا، ومحدش يقدر يفتح بقه ومحدش يعترض. واخد من كلامك ان محمد صلاح ده جوهره مصريه لازم تحافظ عليها، ومحدش في النهايه يراهن على وطنيه الاهلاويه، الاهلاويه وطنيين، محدش يراهن على النقطه دي ومحدش يلعب بيها لان دي لعبه بالنار. ودي رد حضرتك على كل اللي بيقول نركز في بطوله امم افريقيا ونسيب بطوله الدوري المصري الممتاز الى بعد امم افريقيا، صح كده؟ لا طبعا ما بقولش كده لا انا بتكلم على ان كل يعني كل ما بيكون عندنا مشكله يقول لك ركز مع منتخب مصر، نركز في بطوله افريقيا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فانا بتكلم ان ده حق من حقوق النادي الاهلي لا يؤثر بالسلب تماما على منتخب مصر ولا على اي نادي مصري. وانت ليه تسيب مخلفات وعوالق وتبقى والناس مشغوله؟ طب ما تريح الناس. صح، ريح الناس، خلص البطوله وخلي المنتخب يتفرغ وخلي الناس كلها تتفرغ وما بقاش حد مشغول غير ان هو يشجع مصر في البطوله بس. تمام. استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، الناقد الرياضي والاهلاوي اللي دايما صاحب اراء جريئه جدا سواء على السوشيال ميديا او سواء في قلم الصحفي او سواء لما بيكون موجود معانا على قناه النادي الاهلي. استاذ محمد ناخد من كلام الاستاذ اسامه وناكد على اللي احنا قلناه ان لازم يكون عندنا رابطه محترفين تدير بطوله الدوري المصري الممتاز باجر، ما نحاسبهاش غير بعد نهايه الموسم تكون ليها الكلمه العليا، ما حدش يكلمهم في التليفون ولا حد يهددهم ولا حد يقول لهم احنا عندنا بطوله او ما عندناش بطوله، كل حاجه تكون محسوبه حسابات دقيقه جدا علشان في الاخر البطوله تخرج بشكل محترم وبشكل محترف. ده كلام محترم طبعا من زميلنا العزيز الاستاذ اسامه، يعني قال كلام مهم جدا اثرى الحوار اللي موجود في الحلقه والفكره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان يكون في نظام، يكون في انضباط، يكون في احترافيه في التعامل، يكون في جدول المسابقه معروف من قبل ما تبدا لغايه ما تنتهي، ما يكونش في تعديلات ولا في مجاملات، تكون الامور واضحه ومحدده للناس كلها. ده لو حصل اعتقد ان احنا هنوصل لمسابقه متميزه. يعني احنا ما شفناش ان حد بيخطط لمسابقه كره القدم في مصر، يعني احنا بنلعب مسابقه يعني احنا ماشيين زي ايه يعني على باب الله يوم بيوم وكده، ما فيش حاجه يعني محدده وحاجه واضحه وحد واضع خطه ان احنا الدوري المصري ده بعد سنتين ثلاثه هيبقى كذا، بعد خمس سنين هتبقى عوايده كذا، بعد 10 سنين هيبقى وضعه كذا. يعني المفروض يعني في تخطيط كبير لاتحاد الكوره، يعني حتى ما تكونش انت يعني خطط وحط افكار كبيره وحط افكار عظيمه، يعني خلي ليك بصمه. يعني انا كنت متخيل هذه القامات اللي موجوده في مجلس اتحاد الكوره بتواجدها القاري والدولي وعلاقاتها داخل مصر وخارجها ان هيعملوا لنا يعني مسابقه على اعلى مستوى، لكن للاسف الشديد لم نصل الى هذا الهدف ولم نحقق الحلم اللي احنا كنا بنحلمه معاهم ان يكون عندنا مسابقه مميزه جدا. مصر تستحق ان تكون لديها مسابقه. اتسحب البساط من مصر صح؟ ما بقول لك او بدا يتسحب خلاص ولا اتسحب؟ يعني بكل امانه بالافكار اللي موجوده في بطوله الدوري، احنا زمان كان عندنا بطوله قويه جدا كان كله بيتفرج عليها، دلوقتي بدانا نتجه الى بعض الدوريات العربيه الاخرى ونشوف مدى قوتها. ده بكل تاكيد تم سحب البساط، يعني المفروض ان احنا بنعلى وبنطور بنوثق المسابقه بتاعتنا وبنقويها وبندعمها بالجماهير وبندعمها ب الرعاة الكبار اللي الضخ المالي اللي موجود فيها باحضار لاعبين على اعلى مستوى يلعبوا فيها، بيكون في منافسه قويه جدا بين الفرق اللي موجوده.
يعني الحقيقه حاجات كتيره جدا ما عادتش موجوده. نتمنى ان الاتحاد الكوره يعني يعيد ترتيب اوراقه، وما زال قدامنا متسع من الوقت ان احنا نعمل مسابقه تستحقها مصر على مستوى الجماهير ومستوى البث التلفزيوني ومستوى اللعيبه ومستوى المنافسه. يعني حاجه مهمه جدا، لان قوه مسابقه الدوري المصري اكيد هتصب في النهايه في قوه منتخب مصر، سواء اللاعبين اللي هيتميزوا ويطلعوا يحترفوا بره، او اللاعبين اللي هيلعبوا في المنتخب، او مشاركتنا في الدوريات القاريه سواء على دوري الابطال او دوري الكونفدراليه. كل دي حاجات بتنبع من المسابقات المحليه. ان شاء الله مصر تعود لقوتها وسيطرتها بوجود ناس يفكروا لمصلحه مصر وليس لمصلحه اشخاص. طيب استاذ محمد، في بيان من اتحاد كره القدم المصري تم الاعلان عنه دلوقتي، هنقراه لحضرتك وهنقراه للساده المشاهدين علشان نعرف البيان بيقول فيه ايه. البيان طويل شويه وبالتالي هنقراه على مهلنا علشان نعرف كل الكلمات اللي موجوده فيه. بيان الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد المصري لكره القدم، وهو يطلع بمسؤولياته تجاه كل الانديه وخدمه المنتخبات الوطنيه. يؤكد على انه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود، لا سيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهو ما زاد من مسؤوليتنا جميعا، خاصة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى 4 شهور تقريبا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة، فضلا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية المصرية، لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادي، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. نقف على مسافة واحدة من مع جميع الأندية، لكن المؤكد أيضا، علشان بس اتبعت لي حاجة تانية فالكلام طلع فوق كل مرة واحدة، لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة أي نادي، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية. نحن نقدر النادي الأهلي كنادي كبير وعريق، ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية، ونتفهم جيدا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية، وهي بالطبع مطلب كل الأندية، ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبل بدء كأس الأمم الأفريقية أصبحت تصطدم بالواقع، وهو أن الوقت لم يعد سامحا بذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية. والنادي الأهلي والذي نراهن دائما على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف، ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم، يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن، ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفيما يتعلق بالقيد الأفريقي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس استنادا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الأفريقي، ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد. وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة
يترأسها نائب رئيس الاتحاد، وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها، لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة. وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه. وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر 2018-2019، مع تمنياتنا بالتوفيق للكرة المصرية. وفي هنا الجدول اللي موجود واللي تم الإعلان عنه لباقي المباريات. عندنا استاذ محمد ركز معايا في التواريخ دي كويس قوي، موجود معانا على الشاشه، ركز معايا. يوم 23/7 الجونه والزمالك هيتلعب في استاد الجونه، يوم 26/7 بعديها بثلاث ايام الزمالك والاسماعيلي، وفي نفس اليوم مباراه المقاولون العرب مع النادي الاهلي، ويوم 30/7 بعديها باربع ايام الاهلي والزمالك، في ختام مسابقات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019. أما بالنسبة لكأس مصر هيكون يوم 28/8 الأهلي وبيراميدز، يوم الحد 1/9 الفائز من الأهلي وبيراميدز هيلاعب فريق حرس الحدود، وفي نفس اليوم 1/9 مباراة الزمالك ومصر للمقصة، على أن يتم طبعا وضع احتمالية فوز الفرق علشان تقام بقى المباريات يوم 5/9 مباراة ويوم 5/9 مباراة. يوم 5/9 هيكون في الفائز من لقائين اللي هيكونوا يوم 27، أو اللي هتكون المباراة رقم 27 ضد نادي الاتحاد السكندري، والفائز من 25 ضد نادي بتروجيت هتكون يوم 5/9، وأخيرا يوم الاثنين يوم 9/9 النهائي هيكون الفائز ما بين لقاء الاتحاد واللي هيلاعب الفريق الفائز من لقاء 27 والفائز من اللقاء رقم 25 ضد نادي بتروجيت. الكسبان هيلاعب الكسبان في مباراة بيوم 9/9 في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة، ودي المباراة الوحيدة اللي هتكون على ملعب استاد القاهرة في مسابقات بطولة كأس مصر. طيب ويوم الأربع يوم 18/9 هتكون مباراة السوبر المصري، بطل بطولة الدوري المصري ضد بطل بطولة كأس مصر يوم 18/9/2019. وبكده قرينا لحضراتكم البيان، وقلنا لحضراتكم جدول المسابقة اللي كان الأستاذ محمد بيتكلم وبيقول لحد الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن لا جدول ولا عن بيان. لحد الأرض الواقع أو لحد الوقت الحالي أستاذ محمد البيان بيقول بعتنا للاتحاد الأفريقي علشان نمد فترة القيد إلى 5 أغسطس، تمام كده؟ طيب ده كلام برضو. طيب إيه لو الاتحاد الأفريقي قال إنه مش هينفع وإن لازم في موعد مقرر وموعد محدد إن كل الأندية المشاركة في بطولة أفريقيا تبعت القايمة قبل يوم أو لحد يوم 30/7، ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني طبعا يعني قبل الجلسه دعني اعلق على البيان اللي بدا ب بسم الله ما شاء الله كتبت ورايا على طول، يعني بعض النقاط علشان يعني الواحد يعرف يتعامل معاها. زي ما بنتكلم ان دايما بيصدر لك الظروف الاستثنائيه والظروف الاجباريه ومصلحه البلد، قلنا طبعا الحاجات دي كلها ما حدش يقدر يتناقش فيها، وكلنا بندعم كاس الامم الافريقيه المقامه على ارض مصر ان هي تكون اعظم بطوله اتنظمت، لا سيما وانها اول بطوله في تاريخ الكاف او في تاريخ افريقيا بيكون فيها 24 فريق. يعني
مصر بتنظم بطوله فعلا بطوله تاريخيه، لان طبعا اول مره 24 فريق يكونوا موجودين، وده لم تقوى عليه اي دوله افريقيه يعني سابقه، ومصر هتكون نموذج لما هو قادم ان شاء الله، وهنقدم بطوله استثنائيه. انت حضرتك ما تاخدليش الظرف الاستثنائي ده وتعطل المسابقه المحليه يعني، وتقعد تاخد ده وتلقي بيه كاعذار ومبررات على فشلك في اداره المسابقه. انت بتتكلم الجدول اللي حددوه من 23 يوليو ل 30 يوليو بيتكلم في اسبوع، كان سهل جدا حضرتك توفر الاسبوع ده وتخلص الدوري وتخلص المسابقه وتنقذنا من هذا المازق اللي احنا موجودين فيه. لكن حضرتك بتحاول ان الانديه دي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين والجونه يدفعوا الثمن فشلك في اداره المسابقه وفشل حضرتك في توفير اسبوع كان من سهل جدا توفيره، وكانت خلصت الامور، كان ممكن لغايه الايام اللي احنا فيها دي كانت لعب الاسبوع وكانت خلصت الدنيا، ما فيش اي مشكله خالص وكانت القضيه انتهت. حضرتك بتقول ان انك بتقف على مسافه واحده من كل الانديه، الكلام ده مجرد كلام وما شفناش ليه وجود على ارض الواقع، لان كان في مجاملات وفي دعم ناس على حساب اخرين. حضرتك بالنسبه للنادي الاهلي بتقول ان انا بتفق مع النادي الاهلي وان النادي الاهلي حقه مشروع وان كامل الاهلي كله بيقوله صح. طب لما حضرتك شايف كامل الاهلي كله صح، طب يعني حضرتك ما عملتش بيه يعني، انا استفدت ايه؟ ما حضرتك بتعترف بكل الكلام ده، بتقول ان الاهلي له حق مشروع، الاهلي كلام اتحاد الكره بيعترف في هذا البيان الرسمي اللي صدر منذ لحظات ان الاهلي رغبتنا بتتفق مع رغبه النادي الاهلي، بنتفق مع حقوق الاهلي المشروعه والاهلي عنده حق، وكان المفروض ان البطوله تخلص قبل كاس الامم الافريقيه زي ما الاهلي بيقول، لكن الكلام ده مش هنقدر ننفذه دلوقتي. يعني انت وصلتني لاخر نقطه وحطيتني في لبستني في الحيط وقلت لي خلاص، طب اعمل ايه؟ ما انت فعلا دلوقتي ما عندكش وقت وجاي حضرتك تقول لي انك فعلا كان عندك حق. طبعا الاتحاد الافريقي هيوافق ولا مش هيوافق؟ ده دليل على الاتحاد الافريقي يعني رايك يعني ايه؟ بما ان حضرتك عارف ان في علاقات او علاقه قويه ما بين رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري، عموما برضه مش هتفرق كتير يا كابتن عمر، نتكلم في 5 اغسطس من 30 يونيو، نتكلم في اسبوع يعني، مش دي القضية اللي هتحل المشكلة اللي الأهلي بيتحدث عنها أو طب دلوقتي في حاجة تانية، دلوقتي يعني اللعيبة اللي عقدها بيخلص 30/6 وراحت أندية تانية، هتلعب الدوري هتلعب الدوري بفترة قيد جديدة وتبقى عملت 3 فترات قيد. طب هل اللاعب زي ما النادي الأهلي قال هل ده شرعي؟ ده غير مسموح به في كرة القدم ولا في قوانين الفيفا إنك تعمل 3 فترات قيد، فترة صيفية وفترة شتوية، وتعمل فترة تانية جديدة فترة في النص، وفترة دي ما تعرفهاش فترة إيه بالظبط، هنسميها إيه الفترة دي اللي موجودة يعني. فطبعا ده كله يعني كلام مش مظبوط. الجزئية اللي إحنا كنا بنتكلم فيها إن يكون عندنا دوري ليه تخطيط، اللي هو بيقول لك تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد والكابتن احمد شوبيل لاعداد مشروع لائحه متكامله. احنا قلنا عايزين رابطه، احنا انت عايز رابطه، طبعا عايز رابطه كامله تبقى موجوده عندك يعني. فطبعا بيان يعني بيقول لك انا ده الواقع اللي عندي واللي عامله وخلاص بقى. طب ليه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم دايما يعني ليه مش بيكون هو اللي موجود ودايما يعني بنلاقي اعضاء ونواب رئيس او رؤساء اتحاد كره القدم، يعني بنلاقي النائب الرئيس من الاعضاء دايما هم اللي بيكونوا موجودين في كل اللجان، مش بنلاقي رئيس اتحاد كره القدم المصري هو اللي بيطلع يرد، هو اللي بيطلع يترأس لجنه بعينها يحل مشكله؟ ليه دايما بيكون باشمهندس ثاني بعيد عن ربما الاحداث؟ ربما الراجل باشمهندس ثاني عنده مشغوليات كثيره جدا وعنده ظروف، ده عادي على فكره، ممكن يوزع الخطط على نوابه وعلى اعضاء مجلس الاداره ويعمل. طب هل ممكن لما يكون مفيش مشكله الا لما يكون يعني طبعا تطوير، لما تعمل حاجه اسمها تطوير دوري كره القدم في مصر، لجنه برئاسه رئيس اتحاد الكوره اللي هو بيطور وهو بيدير العمليه. الاتحاد المصري او اي اتحاد موجود بيدير كره القدم هل دوره ينظم ولا يطور؟ دوره الاثنين، يطور وينظم يعني. احنا كنا انا شايف التطوير حضرتك لا هو دلوقتي المفروض حاليا المفروض اللي ينظم هو لجنه رابطه الانديه المحترفه، هي اللي بتنظم المسابقه واللي هي بتدير المسابقات وبتاع. اتحاد الكره بيضع خطه التطوير بتاعت اتحاد الكره والمنتخبات والحاجات دي كلها، وبيدير السياسه العامه لكره القدم في مصر، وعنده حاجات واليات بتتنفذ وشغل ده اللي هو مش موجود دلوقتي يعني. لكن انا شايف اهم حاجه في البيان وهو ان اتحاد الكره بيعترف بصحه موقف النادي الاهلي اعترافا صريحا كاملا. لكن يا فرحتي انا هستفيد بده ايه وانت حضرتك هتنهي لي الدوري يوم 30/7 وهقعد العب السوبر ماتش لغايه 18/9؟ طب فين فترات الراحه؟ فين الاعداد وفين الراحه وفين البتاع ده؟ وهتطلع من الدوري تخش في كاس مصر طبعا يعني، هو مضطر بقى يعني. اللي هيقول الدوري هيبدا في شهر 9 اقول له لا، الدوري هيبدا من 30/7 او من 26/7 اسف. انت كامل التاريخ اللي موجود الجديد معانا؟ لا انا بتكلم على الاستكمال. ليه؟ الاستكمال هيبدا 23/7 يعني الموسم هيبدا دلوقتي 23/7 خلاص. الموسم الجديد ليه بقى؟ انا بتكلم على ان انت عندك لقاءات في الدوري،
لقاءات في الكاس والسوبر المصري، بعد كده تبدا في الموسم الجديد، وبالتالي ما عندكش وقت راحه خلاص هتريح فيه. الراحه كلها هتكون في الفتره الحاليه، هتبدا فتره اعداد عشان تكمل. اللي بتاع انا بتكلم في كده، موجوده دول راحتهم فين؟ ما انا بتكلم في دول هيكملوا على فكره اللي هيضر غير الاهلي، الانديه المشاركه في افريقيا اللي لعبتها بتلعب مع منتخب مصر في بطوله افريقيا مش هيريحوا، هيجوا يلعبوا على ماتشات ثانيه، وبالتالي هيلعبوا موسم كامل يعني سنه كامله بدون يوم راحه. وانت بتتكلم في خمس ست عناصر مهمين جدا ومؤثرين جدا يعني. يعني انا بتكلم على الاهلي، بتكلم على الزمالك، بتكلم على الاسماعيلي، بتكلم على كل انديه للاسف للاسف يعني بقينا نشوف بطوله الدوري المصري اخر بطوله يعني ليها اهميه عندنا، مع ان انت لو عايز تنجح الكره المصريه اللي عندك او اي كره موجوده في العالم لازم تهتم ب البطولة المحلية رقم واحد علشان تصدر، وعلشان خاطر يعني تنهض بمستوى اللعبة اللي موجودة في البلد. في البلد عايز اقول لحضرتك ان دايما النادي الاهلي، يعني انا بقول لحضرتك على احصاءات وارقام، لما بيكون متفوق في افريقيا بيكون متفوق في بطولة الدوري اعتقد المنتخب بيمشي بشكل كويس وبيحصل بطولات على ما اعتقد، الا تخوني الذاكرة. لا ده مش اعتقد، ده واقع بتؤكده النتائج والارقام. وراجع عشان بس محمد ايه، يعني احنا من خلال قناه الاهلي احنا لما موجودين في اي حته هنقول نفس الكلام، مش هنغير كلامنا علشان ده مش بس إيه لا لا ده حق ربنا. يعني اعظم الى نتائجنا اللي حققناها على المستوى القاري واللي كان فيها منتخب مصر متوهج في الفتره من 2006 او من 2005 لغايه 2010 2011، يعني 2010 وبعد كده فتره الثوره قامت في 11 والكره حصل لها نوع من التراجع بعض الشيء، لكن الفتره من 2005 لغايه 2010 دي كانت قمه التوهج بالنسبه للنادي الاهلي، حاصدا كل المسابقات الافريقيه اللي بيكون فيها والسوبر الافريقي وتواجده في كاس العالم للانديه ووجود نخبه من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي اللي كانوا دايما النادي الاهلي بيبقى فيه 7 8 موجودين في تشكيله منتخب مصر، والاهلي حقق منتخب مصر حقق بيهم الكاس الامم الافريقيه 2006 و2008 و2010 والكل يعلم هذا بمنتهى الوضوح، ولعيبه النادي الاهلي بقوتها في ظل وجود مدرب كبير كان موجود في هذا الوقت جهز اللعيبه، والنادي الاهلي جاب لعيبه، الاهلي كان ليه دور كبير جدا ومؤثر في المنتخب الوطني في هذا التوقيت يعني. فدايما الانديه الكبيره لما يكون عندها لعيبه كبيره جدا ولعيبه مميزه ولعيبه ليها خبرات كبيره جدا بتقدر تحسم بطولات قاريه، المنتخب برضه بيعلى وبيكون ليه تميزه وبيكون ليه قيمته وبتكون ليه بطولاته وبتكون ليه انجازاته، ما حدش يقدر ينكر ده. المنتخب مصر سواء كان طبعا الاهلي يعلمون هذا او حتى لو بعض الحاقدين والجاحدين والناكرين ما يقدروش ينكروا ده يعني موجودة يعني. طب منتخب مصر شايف حظوظ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، محترفين اللي موجودين هل قادرين على احتكاك أو قادرين على الاحتكاك مع النجوم اللي موجودة في منتخب السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون؟ منتخب مصر دايما معروف من القوى العظمى في قارة أفريقيا، الكرة المصرية معروفة طول عمرها يعني، وأنت دايما مرشح للوصول للنهائيات ودايما مرشح للمنافسه على البطوله دايما طول عمرك كده، بدليل انك حتى بعد ما غبت 3 دورات متتاليه جيت في 17 وصلت فاينل. يعني ما تتفق او نختلف على المستوى والطريقه اللي وصلنا بيها، والبعض انتقد وهاجم وكده، لكن في النهايه مصر وصلت النهائي، مصر قدرت تحقق الهدف ده، فكون البطوله موجوده على ارضك فده اقدر بانك انت المرشح رقم واحد للفوز ب اللقب القاري ان شاء الله. معاك قوى قاريه وقوى افريقيه كبيره جدا وقوى عتيقه، الكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال وقوى صاعده اخرى موجوده، ودول الشمال افريقيا تونس والجزائر المغرب، كل دي قوى موجوده، لكن يظل منتخب مصر هو المرشح الابرز الاقوى للفوز بالبطوله ان شاء الله. اللي عايز اكد عليه ان البعض بيستهين بالمجموعه بتاعه مصر اللي هي زيمبابوي والكونغو الديمقراطيه واوغندا، هذه الفرق الان زيمبابوي كان عندها ماتش من 48 ساعه مع نيجيريا وتعادلت مع نيجيريا، ما يشير الى ان هذا الفريق قوي وفريق يقدر يحرجك على ارضك وسط جمهورك. فريق الكونغو الديمقراطيه كان عنده ماتش امبارح بيلعب مع بوركينا فاسو وعمل مباراه كبيره جدا وتعادل مع بوركينا فاسو. منتخب اوغندا نعلمه جيدا ولديه لاعبين مميزين جدا في محترفين مميزين، ويعني كسبناه بصعوبه في تصفيات كاس العالم هنا وخسرنا منه هناك، اعتقد ان احنا امام مجموعه ليست سهله ليست سهله. طيب. وقد سبب لنا حرج، لكن ان شاء الله منتخب يقدر يتجاوز هذه المجموعه. الشارع المصري دايما انا بسمع كلام في الشارع المصري وعندهم تساؤلات وعندهم بعض الاستفسارات، بيقولوا ان بطوله امم افريقيا كانت دايما بتقام في الشتاء وكان دايما بيكون في اجهاد وضغط بالنسبه للعيبه المحترفه اللي بتشارك مع منتخباتها، وبالتالي ما كانوش بيظهروا بالمستوى اللي احنا بنشوفهم عليه مع انديتهم. البطولة حاليا هتقام في الصيف، يعني بعد انتهاء موسم كامل
في كل الدورات العالميه، وبالتالي اللعيبه كلها هتكون بكامل قوتها البدنيه والفنيه. هل ده ممكن يكون ليه دور ان المنتخبات الافريقيه الثانيه تنافس بقوه مع المنتخب المصري غير كل بطوله؟ ما اعتقدش ان هيكون في مفاجات كبيره جدا في البطوله من منتخبات او قوى صاعده. القوى التاريخيه الكبيره هي اللي هيكون ليها وجود، هي اللي هيكون ليها منافسه. زي ما قلت لحضرتك، مصر، غانا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، اعتقد الامور ستكون محسومه في الادوار النهائيه بين هذه المجموعه من الفرق. يعني نروح لفاصل ونرجع نكمل بعديها مع الاستاذ محمد القوصي، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي، والبيان الاخير لاتحاد كره القدم، واللي انا سالته واللي انا قريته على حضراتكم وقلت لحضراتكم كمان جدول مسابقه بطوله الدوري المصري الممتاز، وايضا كمان اتكلمنا على تواريخ مسابقه كاس مصر والسوبر المصري ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. استاذ محمد، البيان قريناه وعلقنا عليه، لكن في جزء مهم جدا انا حابب ان انا اطرحه مع حضرتك، وحابب ان انا اعرف راي حضرتك فيه، وهو قيمه النادي الاهلي في البيان اللي طبعا اعلنه اتحاد كره القدم. وانا شايف ان اتحاد كره القدم طبعا البيان فيه بعض الايجابيات زي قيمه النادي الاهلي اللي موجوده، واللي دايما محدش ابدا يقدر ينكر النادي الاهلي هو نادي عريق، نادي كبير، طبعا كل الانديه وكل المؤسسات الرياضيه بتحترم النادي الاهلي، وبالتالي عايز اعرف راي حضرتك في الجزء الخاص في البيان بالنادي الاهلي. انا زي ما قلت لك ان النادي الاهلي ده بيشتغل بنظام مؤسسي، فلما بيعمل حاجه وبيعلنها بتكون مدروسه بمنتهى القوه، سواء كان الهدف منه الدفاع عن حقوقه ومصالحه والدفاع عن مصالح الانديه المصريه، لان الاهلي من نادي الانديه الكبيره جدا اللي له الشعبيه الطاغيه في مصر، فاذا كانت تهم مصلحته بالدرجه الاولى فبالاولى بتهم مصالح الانديه الاخرى يعني. فلما عمل البيانات اللي عملها في الفتره الاخيره وكشف فيها الكثير من الخطايا والاخطاء، كان حاجه مدروسه وموثقه ان محدش يقدر يعترض عليها، حتى اللي ضدك اعترف بيها واعترف بصحتها. فلما يجي بيان اتحاد الكوره بنشوف فيه البيان ده بيعلي قيمه النادي الاهلي وبيؤكد على صحه موقف النادي الاهلي. البيان برضه مركز على وطنيه النادي الاهلي وعلى طلبات الاهلي المشروعه وعلى حقيقه النادي الاهلي المشروعه، لكن ضيق الوقت اللي موجود مش هيقدر ينفذ فيه. طبعا يعني كانت انت ممكن تتجاوز هذا الوقت، لكن خلاص ما باليد حيله، خلاص اصبحنا يعني سبق السيف العزل وانتهت القصه، وما قدامكش حل دلوقتي غير انك انت تلعب بعد كاس الامم الافريقيه. الاتحاد الكره يعني برضو اكد في بيانه ان هو سيبذل، والسؤال ده اللي سالتوني ويمكن ما جاوبتكش عليه بخصوص القيد الافريقي، ان هو اكد على النادي الاهلي بيطالب بحسم موقف القيد الافريقي، اتحاد الكره بيؤكد ويجدد ان هو سيبذل قصارى جهده علشان يقدر يمد فتره القيد الافريقي، وحددها في البيان ب 5 اغسطس. نتمنى ان ينجح في ذلك، فيعطي للانديه المصريه فرصه يعني 7 أو 8 أيام يقدروا يظبطوا فيهم عمليه القيد، ومن الانديه ما تدفعش غرامات، ويقدر اللعيبه اللي يسجلها النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي هيشارك في البطوله القاريه ان يقدر يستفيد من كل اللعيبه وما يتاجلوش لدور ال 16. كمان في تقنيه الفار، ودي حاجه مهمه جدا وكان بيطالب بيها النادي الاهلي، واعتقد التقنيه دي هتساعد بدرجه كبيره جدا الحكام المطريين، ومهم جدا ان هي تكون موجوده علشان لو في اي خطا هيبقى واضح قدام الناس كلها. تقنيه الفار وتم تطبيقها في مصر، الماتش مش هتلعب. لا يا حبيبي هتلعب والله هيتلعب. لا طبعا انا بهزر، لا ما هيكون ليها ضوابط. بهزر يعني على كل دقيقه يا كابتن بص على الفار، يا كابتن انا ليا فاول هنا، يا كابتن ليا ضربه جزاء ليا زي ما حضرتك عارف يعني، احنا دمنا خفيف. طبعا انا خف الدم المصري ماشي اوكي، والبعض هيتكلم ماشي مفيش مشكله، لكن هيبقى في قوانين وفي ضوابط وفي التزامات وفي اشتراطات علشان تقدر تلجا للفار. ف كون اتحاد الكره يعلن انه سيسعى لتطبيق الفار، وده هيقلل من اخطاء الحكام وسيعطي كل ذي حق حقه ان شاء الله في المسابقه في الموسم الجديد. نقطه ثانيه وقلت لك اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي تشكيل اللجنه اللي هتعمل لائحه جديده للمسابقات، وده كان شيء طبعا غير موجود وغير مسبوق، ومهم جدا ان اللائحه دي زي ما هتتعمل تعرض على الانديه يؤخذ فيها راي الانديه. مهم جدا ان يكون ده موجود. مسابقه
برضو كان في كلام خاص بعمليه عدم قدره اللعب المسابقه بدين الدوليين. ده لسببين، اولا هيصطدم بان ان في انديه مش موافقه على ده، وطبعا اولهم نادي الزمالك، وغير كده ان ده ممكن يعرض لك المسابقه لعدم قانونيه. يعني المهم بالرغم من في سلبيات كتيره موجوده في اتحاد الكره، نتمنى ان بعض الايجابيات اللي موجوده يسعون الى تنفيذها وتفعيلها خلال المرحله المقبله ان شاء الله. استاذ محمد شرفتني ونورتني واستمتعت جدا جدا بوجود حضرتك وارائك دايما الجريئه والمميزه في قناه النادي الاهلي، بيتك البيت الكبير. شكرا كابتن ربيع، انا دايما اللي بتشرف بالتواجد معاكم، اللي بتشرف بالظهور على شاشه قناه النادي الاهلي. تمنياتي ليكم دايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. طيب وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الاولى. تاني مش معنى الكلام الايجابي اللي موجود ان احنا نتخلى عن المطالبه برابطه انديه محترفه تنظم بطوله الدوري او النصف الممتاز الموسم القادم. طلب لابد من ان شاء الله وجود حل ليه في الموسم المقبل، وكمان مش عمل تطوعي، يكون عمل براتب ويكون متفرغ تماما لاداره مسابقه بطوله الدوري النصف الممتاز. لسه مكملين معاكم في فقره الالعاب الاخرى مع نجم النادي الاهلي ونجم مصر الكابتن خالد العوضي، ولكن بعد الفصل.